هذا البرنامج برعاية أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أخبار البلاد الذي يسلط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية وتغطية كافة المناشط الليبية والجاليات العربية والأجنبية. حلقة اليوم حلقة نتحدث فيها حول بنغازي التي ستكون عاصمة للشباب العربي لسنة 2022. قبل أن أناقش موضوع حلقة الليلة أنتقل سريعا إلى فقرة من البلديات. أعلن في بلدية صبراتة عن تأسيس المجلس الاجتماعي لقبائل العلالقة ومكوناتها ليكون الغطاء الاجتماعي الممثل لأهالي البلدية. وتضمن بيان التأسيس أن يكون أساس عمل المجلس إرساء السلم الاجتماعي وتحقيق التعايش السلمي بين أهالي المدينة. كما تضمن بيان التأسيس أن يعمل المجلس على تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين مكونات المدينة يكون أساسها العدل ورد المظالم، إضافة إلى الحرص على تحقيق الأمن والابتعاد عن الحرب وتبعياتها. ودعا البيان أيضا كافة المهجرين والنازحين من أبناء المدينة إلى مصالحة لا تتعارض مع أحكام القانون والشريعة الإسلامية، مبديا ترحيبه بعودة كافة المهجرين والنازحين في أي وقت. أرحب بالأخوة الضيوف الذين حضروا معنا هذا اليوم التاريخي، ألا وهو يوم عيد ميلاد المجلس الاجتماعي لقبائل العلاقة ومكوناته لصبراتة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي البشير معلم البشرية رحابة القلوب وسماحة المعاملة ولين الجان، صاحب المثل الأعلى في الصفح والعفو والتسامح والإخاء، رغم كل ما لقاه وتلقاه من شدة ومعاناة فما كان له إلا أن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أما بعد، في صباح يوم الاثنين 28 من شهر شعبان 1439 هجري الموافق 14 من مايو 2018 ميلادي الذي يسره الله تعالى واختاره لأن يكون يوما يجتمع فيه الإخوة والأشقاء، إخوة الدم والرحم، إخوة النسب والمصاهرة، إخوة يتشاركون المصير ويتقاسمون الأرض والسماء. اتقوا وقد أخلصوا النوايا وأحسنوا الظن برب العلا، عاهدوا الله ورسوله على كلمة التوحيد ووحدة الكلمة على حد سواء. من صبراتة إلى بنغازي، حيث نفت عائلة نجل المجاهد عمر مختار الإشاعات حول وفاة الحاج محمد ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، فهو عار عن الصحة ومحض كذب وافتراء، ويتمتع بصحة جيدة وموجود في مدينة بنغازي مع أسرته. حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف سعيد المختار المنفي أحد أقارب نجل المجاهد عمر مختار. أهلا وسهلا بك سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبتين بك سعيد. سعيد محمد المنفي. اهلا وسهلا بك يا سعيد. يعني سعيد، يعني صفحات التواصل الاجتماعي يعني تتحدث عن يعني ربما وفاة الابن المجاهد عمر المختار الحاج محمد في اكثر من مره، يعني ما وراء هذا الخبر يعني؟ لا، هذا غير صحيح، عرفت، ونبي نشكرك على متابعتك من الخبر ونافيه، وممكن اكدت على الخبر باش تنفوه والاخبار يعني. نعم. الو. نعم محمد. نعم. ألو. سعيد، يعني تنفي نفي قاطع عن هذا الخبر يعني. محمد بصحه جيده الحمد لله، والنفي هذا نحن بروحنا تفاجئنا به، عرفت، قاعدين له وتفاجئنا به. طيب،
شكرا سعيد محمد ابن او ابن الحاج محمد حفيد او ابن الحاج عمر او احد اقارب الحاج محمد ابن المجاهد عمر المختار. نشاهدوا هذا الفيديو وبعدين نرجع لنا الخبر هذا اللي خبطنا حتى نحن يعني. 28/5/2018 الساعة 12 ليلا، الحاج محمد عمر المختار كويس واموره كويسة والحمد لله والكلام يطلع. 28/5/2018 الساعة 12 ليلا، الحاج محمد عمر المختار كويس واموره كويسة والحمد لله والكلام يطلع في النت هذا كله اشاعات. أشكر الشباب اللي ساعدوني في هذا الخبر وبشكل سريع يعني، لأن مثل هذه الأخبار أخبار مزعجة ليست لها أساس من الصحة وحدثت في أكثر من مرة، حدثت مع الفنان صالح الأبيض ومع فنانين كثر. نسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يحفظنا من الإشاعات والفتن. أشكر الزميل خالد طلوبة على وفاته لي بهذه الفيديوهات. في خبر أخير، أوضح سراج العالم في مشاركة له عبر تقرير مقدم من منح برنامج الفولبرايت المقدم من السفارة الأمريكية مشاركته الفعالة فيه، ويقدم النصائح للمشاركة في هذا البرنامج. أنا اسمي سراج العالم وقدمت على برنامج الفولبرايت في 2015 وسفارة أمريكا وحضرت الماجستير في التعليم في تخصص إدارة المؤسسات التعليمية. السبب اللي خلاني صراحة نختار برنامج الفولبرايت، لأن برنامج الفولبرايت ما هوش منحة أكاديمية بس، منحة أكاديمية في جامعة محترمة، في برنامج ثقافي، في دعم مستمر بعد حتى ما تنهي البرنامج متاعك وترد لبلادك. من الناحية الأكاديمية البرنامج كان ممتاز، الجامعات كلهن اللي قدموا علينا في الفولبرايت جامعات أسماء ممتازة. أنا مشيت جامعة ليهاي يونيفرسيتي، والجامعة هذه اللي كانت من أكبر أسماء التعليم صراحة يعني. التعليم العالي في أمريكا مركز واجد على موضوع العمل الشخصي والتعلم اللي يركز على الواقع متاعك. التعليم العالي في الموضوع هذا اللي أثر فيه أنه أعطاني القدرة وأعطاني الفرصة أني أنا في فترة التدريب متاعي نشتغل على حاجات وبرامج واقعية، حاجات نقدر نستفيد منها لما نرد ديت ليبيا هنا هي قاعد ننفذ فيه لعند اليوم. برنامج الفولبرايت تأثيره مستمر على حياتي وعملي ومستقبلي لعند توا، فرص للعمل أحسن، خبرة ومعرفة أكثر وحاجات أكثر نقدر ننفذهن ونستفيد منهن في بلادي. أنا ننصح أي حد عنده رغبة في برنامج ظاهي إنه يقدم عليه. أهم حاجة ننصحكم بها أنك أنت ما تقولش لنفسك لا، ما تقللش من قيمتك، ما تنظرش نظرة دونية لنفسك وانك انت مش هتقدر وحيرفضوني وكذا. مهما كانت ظروفك، مهما كانت وضعك او خلفيتك او خبراتك، انت ديما عندك شيء مميز ومختلف تقدر تقدمه للبرنامج هذاهي. ارجوكم اي حد عنده اهتمام برنامج الفولبرايت هذاهي يقدم عليه اليوم. بنغازي عاصمة الشباب العربي لسنة 2022، تتوج عاصمة الوطن بهذا اللقب، ولكن كيف سيكون الاستثمار لهذا الحدث التاريخي الهام في تاريخ مدينة عاشت الظروف الصعبة وعاشت تسلط الإرهاب عليها والتطرف، ولكن بفضل الله وبفضل الشهداء والقوات المسلحة اليوم تنعم مدينة بنغازي بالأمن والأمان رغم التغول. أهلا بكم في فقرة ضيف ملف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة وفقرة ضيف وملف، واليوم نتحدث عن بنغازي عاصمة الشباب العربي لسنة 2022. والكل يعرف أن مدينة بنغازي عاشت الظروف الصعبة والظروف الإنسانية، وكان ربما حتى تنظيم الدولة والإرهاب وأنصار الشريعة كان في السابق يحاولون السيطرة عليها، ولكن اليوم بنغازي تنعم بالأمان رغم كل الخروقات التي تحدث، إلا أن الشعب يعني صامد، القوات المسلحة يعني باقية ومستمرة في تنظيم يعني أمور المدينة وحتى باقي المنطقة الشرقية وعدد من المناطق الأخرى. واليوم نتحدث عن تتويج
مدينة بنغازي لهذا الحدث التاريخي في سنة 2022، وهو بنغازي عاصمة الشباب العربي. بداية ينضم إلي عدد من الضيوف عبر الهاتف في هذه الحلقة، ونتحدث بشكل مفصل عن موضوع بنغازي عاصمة الشباب العربي لسنة 2022. أبدأ مع سيد فرج خنفر، عضو مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ومندوب ليبيا. أهلا وسهلا بك سيد فرج. مرحبتين بك اخوي حمدي، وكل سنه وانتم طيبين، ومساء الخير على الجميع، صحة فطوركم. اهلا وسهلا بك اخوي حمدي. اولا نبارك لمدينه بنغازي تحصلها على عاصمه الشباب العربي في هذه الدوره. وجه رساله خلال منبركم لشباب بنغازي انهم انتهزوا الفرصه لوجود الحاضنة الكبيرة لجامعة الدول العربية بيت العرب داخل مدينة بنغازي، وأنهم يطرحوا أفكارهم بالشكل الصحيح ويبينوا الفكرة الصحيحة للشباب الليبي. مدينة بنغازي طبعا مرت في ظروف صعبة جدا 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 جدا، وهذه بداية الحياة لشبابنا، أنهم يحتضنوا هذه الفرصة الكبيرة اللي جاتهم لنا. نعم، يعني سيد فرج، يعني اسمح لي لو نعود شوية للخلف. يعني فيه ربما إشكالية حدثت في السابق، نحن ما نبغوش نتعمق فيها بشكل مفصل، ولكن نبغى نعرف حقيقة الأمر، يعني لأن الأمر هذا ممكن تحدث في أكثر من شخص ونفاء أكثر من شخص، لكن نحن نبغى نعرف حقيقة هذا الموضوع يعني بشكل الكامل، يعني اللي هو كانت ربما مدينة أخرى غير مدينة بنغازي. أنا طبعا مانيش ملم به جدا، لأن جت فترة خلاف ولا أنقضي فترة الإجازة في ليبيا، لكن نعم. الخلاف صار حول ما بين تكون بنغازي عاصمة الشباب وما بين تكون طرابلس عاصمة الشباب، ونحن نرى أن الأحق بها هي مدينة بنغازي في هذه الظروف. نعم. وبما حاط بها من حرب دارت بها، والتعريف بالفكر الحقيقي للشباب الليبي، وارى فيها ان من حق مدينه بنغازي انها تكون عاصمه للشباب. نعم. طيب ابقى معي استاذ فرج خنفر، عضو مجلس الشباب العربي للتنميه المتكامله ومندوب ليبيا. ينضم الي الان عبر الهاتف السيد رحيل العبيدي، مدير مكتب العلاقات بالاتحاد العام لطلبة ليبيا. أهلا وسهلا بك رحيل. أهلا وسهلا بك أخوي أحمد، وأنا أتأسف جدا لعدم حضوري اليوم في الحلقة بالنظر لوجودي خارج مدينة بنغازي. طبعا نتقدم إليكم بالشكر على طرح هذا الموضوع المهم اللي تم في الأيام الأخيرة. طبعا الاتحاد العام لطلبة ليبيا الفترة الأخيرة قام بمظاهرة كبيرة في مدينة بنغازي، بالتحديد في بلدية بنغازي، وأصدر بيان يستنكر فيه ما قام بالمدعو صالح الشماخي مندوب ليبيا لجامعة الدول العربية من حجب لترشيح مدينة بنغازي، وبتعليمات من وزير خارجية الوفاق. وطبعا من هنا الاتحاد العام لطلبة ليبيا أصدر بيانات وتوجه بحراك قوي ضد من ارتكب هذا الفعل، وعلى رأسهم مندوب ليبيا جامعة الدول العربية، وكنا واضحين للغاية، وكانوا الشباب عازمين على أن يحققوا الهدف، وهو أن تكون قاضي عاصمة للشباب في عام 2022. وهذا الحق طبعا نظرا لمدينة بنغازي ما ضحت به من شهداء لاجل الوطن، ومدينة بنغازي تستحق الكثير، ومدينة بنغازي تعتبر ايقونه للدوله الليبيه بالكامل. وطبعا كان في استجابات من الساده السيد علي القطراني بالتحديد، والسيد الدكتور فتحي المجبري، وكان لهم دور فعال في الموضوع، استجابوا لمطالب الاتحاد العام لطلبة ليبيا والحراك الطلابي. من هنا نطالب حتى كذلك فتح تحقيق في هذا الموضوع الذي يمثل جهويه في اختيار بعض المدن وعدم منح الحق للمدن الاخرى. وطبعا كان الترشيح الاصلي
بمدينة بنغازي وتم حاجب هذا الترشيح، ونحن نتمنى حتى يكون طرابلس حاصل للشباب العربي. لكن نعم، لكن رحيل يعني في حديث أو في لقاء صحفي مع وزير الشباب بحكومة سراج تحدث عن أن يعني في ذلك الاجتماع تم اختيار دولة ليبيا ولم يتم تحديد أي مدينة، يعني لا من خلال لقاء صحفي يعني قبل خارجية الوفاق، وقد صدر تصريح منهم على تمام الساعة الثانية قبل حتى أن يتم الاجتماع الرئيسي في جامعة الدول العربية. نعم. والتصريح كان منهم من المكتب الإعلامي يقول أن خارجية الوفاق ترحب باختيار طرابلس عاصمة للشباب، وهذا نعم. يمثل عدم وضوح التصريحات. وبعد ذلك تم تصريح آخر في نفس اليوم على أساس على بعد تصريح الاتحاد العام لطلبة ليبيا، صدر تصريح من نائب الشباب في حكومة الوفاق وهو يقول أن يرحب باختيار طرابلس عاصمة الشباب، لكن بعد ما دخل الاتحاد العام لطلبة ليبيا البيانات وتم توضيح الموضوع للرأي العام والشباب دخلوا بقوة. نعم. وكنا متواصلين فتحين قنوات تواصل حتى مجامع الدول العربية، كان في ردة فعل واضحة، وهذا مطلب وحق لمدينة بنغازي، ونحن نطالب من السادة مجلس أعضاء مجلس النواب بفتح تحقيق بخصوص الموضوع. لماذا تم حجب ترشيح مدينة بنغازي أن تكون عاصمة للشباب بعام 2022؟ ومن العلم هل حدث هذا كبير للغاية وهم للغاية، أو آخر تنافس اختارت فيه اختيرت قاهرة عاصمة للشباب العربي؟ وهل حدث هذا سنوي ومدينة بنغازي تحتاج لهذه الأحداث الدولية والقارية التي تعزز مكانة المدينة على المستوى الدولي؟ وطبعا بفعل انتصارات الجيش المدينة تنعم بالأمن، والحمد لله نحن نحاول بقدر الإمكان أن نكون كلنا داعمين للمدينة بأفعالنا. طبعا الاتحاد اللي عن طرب ليبيا ما يقتصرش في بنغازي فقط، بل يقتصر في ليبيا بالكامل، لكن هالفعل هذا كان يمثل غبن على مدينة بنغازي، ودخل الاتحاد اللي عن طرب ليبيا، ونحن سعيين في هالموضوع هذا، نحاول أن حتى نفس التحقيق، ووجهنا رسائل مذكرات الموضوع بحيث أن الجهات المسؤولة على رأس مجلس النواب أنهم يفتحوا تحقيق في الموضوع. نعم. طيب، إذا كان محمد الأفندي إعلامي عراقي ومهتم بشؤون الشباب العربي موجود معنا على الخط. نعم. طيب، يعني حيكون معنا عبر الهاتف بعد قليل محمد الأفندي إعلامي عراقي ومهتم بشؤون الشباب العربي. أعود إليك أستاذ فرج. يعني أستاذ فرج، ربما أنت كنت في إجازة حسب ما صرحت، لكن يعني بالفعل اليوم بنغازي تحصلت على شرف استضافة هذه يعني العاصمة، وهي عاصمة الشباب العربي لسنة 2022. يعني لما تكون بنغازي عاصمة، يعني ما هو العمل يعني، ومتى سيبدأ العمل من أجل ربما تفعيل هذه العاصمة التي ستكون بشكل فعلي في سنة 2022 إن شاء الله؟ يعني اولا هو سيكون بدء بدايه العام لعام 22 بعون الله. طبعا نحن ساعيين في تنفيذ خارطه الطريق 2030 للتنميه المستدامه في الامم المتحده وجامعة الدول العربيه. سيكون فرصة كبيرة للشباب الليبي بعرض أفكارهم ودراسة داخل هذا المحفل الكبير. ناهيك عن تعريف التاريخ الكبير لمدينة بنغازي أو لليبيا أجمع يعني، وأنا أرى أن هناك خلاف بين شباب طرابلس وشباب بنغازي بأن تكون طرابلس ولا بنغازي عاصمة الشباب العربي، لأن بنغازي تحصلت على في عام من الأعوام تحصلت على عاصمة الثقافة، فمن حق مدينة بنغازي أنها تكون عاصمة الشباب يعني. ولم يعترض أي شخص يعني لما تحصلت مدينة طرابلس على أنها تكون عاصمة الثقافة، يعني لم يعترض أي شخص من مدينة بنغازي، وهذا شيء إيجابي. اي شخص من مدينه طرابلس على انها تكون مدينه بنغازي عاصمه شبابنا، اتكلم عن شباب مدينه طرابلس، وهذا سيكون
ضيافة لكل الليبيين، لأن بنغازي هي مدينة كل الليبيين. نعم. وشباب طرابلس شباب واعي جدا. أنا لا أعرف تفاصيل القرار الذي اتخذه السيد صالح الشماخي مع احترامي الكبير له، ولكن يظل السيد صالح الشماخي مع احترامنا الكبير له أستاذنا وزميلنا، ولكن يظل هو حامل صفة تسيير بأعمال داخل جامعة الدول العربية، ولا يملك على قرار داخلها لأنه يحمل صفة تسيير بأعمال. ولكن وجه الشكر أثني على الشكر للسيد الدكتور فتحي المجبري والدكتور منعم الشاعري الأمين العام لمكتب الشباب العربي بجامعة الدول العربية، هو ليبي من منطقة درنة، كما يحمل غيرية كبيرة على هذه الدولة، يبرز في الشباب الليبي بشكل كبير جدا، وأنا يدعم فينا بشكل كبير. وجه رسالة لكل مؤسسة المجتمع المدني التي ترعى الشباب، أنهم يفكرون بطرح جديد يستقطب به الشباب العربي وما يختص بالشؤون العربية أو المحلية لإبراز أفكارهم المستوى العربي والإقليمي. نعم، يعني رحيل، ممكن نتحدث سيد فرج خنفر عضو مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ومندوب ليبيا، يعني تحدث عن أن السيد الشماخي يعني لا يملك القرار في ذلك الوقت، يعني القرار ربما اتخذه عدد يعني أشخاص آخرين لهم نفوذ في 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 جامعة الدول العربية ولديهم القرار أصلا. هو طبعا السلسلة الإدارية بالتحديد التمثيل الخارجي يكون المندوب ليبيا جامعة الدول العربية هو أعلى صفة، وطبعا واضح بيان الاتحاد العام لطلبه ليبيا ان التعليمات صدرت من وزير خارجيه الوفاق. نحن موضوعنا لا. الحمد لله اليوم تحقق الهدف، وبنغازي عاصمه للشباب، والاتحاد العام لطلبه ليبيا من هنا مستعد لهذا الحدث، ومستعدين كذلك لدعوه كافه المنظمات الطلابية اللي نحن عندنا عضوية فيها على مستوى العالم، على رأسهم اتحاد طلبة العالمي، اتحاد طلبة المغرب العربي، اتحاد طلبة أمم أفريقيا، واتحاد طلبة العرب، وبإذن الله قادرين على أن نقدموا شيء ملموس على أرض الواقع في ظل انعدام الإمكانيات والانعدام التام من أي جهة مسؤولة داخل الدولة الليبية. لم تقدم لنا أي جهة أي دعم، ولكن حققنا النتيجة وحققنا الهدف المرجو. والاتحاد العام لطلبة ليبيا يبتعد تماما عن المنطق الجهوي. الاتحاد العام لطلبة ليبيا واللي كانوا ساعين وراء أن تكون بغازي عادة من الشباب من جميع أنحاء ليبيا، من غرب ليبيا ومن الجنوب ومن شرق ليبيا، نحن بالتأكيد نحاول قدر الإمكان أن ننقل صورة طيبة عن الدولة الليبية في الخارج. نحاول أن هذه التصرفات هذه ما تتكرر، وفي قدر الامكان حنكون سد بنيع ضد هذه الافعال، وحنحقق هدف المرجو من ان نمثل الدوله الليبيه في الخارج افضل تمثيل، وان نوصل صوت الشباب الليبي وصوت الطالب الليبي في الخارج. ونطالب كافه المؤسسات بالتعاون معنا، لان قادرين على ان نصنع شيء في ظل عدم وجود اعتراف دولي في الحكومه الليبيه المؤقته خارج الاتحاد العام لطلبة ليبيا. الى الان تصدر له دعوات وتاتي لنا دعوات. طيب يعني طيب ابقى معي سيد رحيل، يعني حتى اسال الاستاذ فرج خنفر، يعني ربما 4 سنوات هي القادمه، كيف يمكن لمدينه بنغازي ان تجهز نفسها لهذا العرس او لهذا الاحتفال او لهذا الحدث التاريخي؟ يعني كيف تعمل المؤسسات هنا في مدينة بنغازي للاستعداد لمثل هذا الحدث سيد فرج؟ كلنا ثقة من شباب مدينة بنغازي، شباب ليبيا أجمع، هم قادرين على احتواء هذا الاحتفالية الكبيرة، يعني والتعريف بمدى تاريخ هذه المنطقة كرقعة ليبية كاملة، وأن شباب بنغازي دائما يعمل ودائما بارز في نشاطات الشباب، يعني من افكار واعمال مؤسساتيه يعني داخل عده مجالات، سواء كان في الرياضه ولا في النشاط ولا في الثقافه ولا في النشاط العام يعني. لكن انوه على شيء، ان تم البث في تسميه بنغازي عاصمه الشباب
العربي، وأن مدينة بنغازي ستكون حاضنة للليبيين ككل قبل أن تكون حاضنة لبيت العرب اللي هو جامعة الدول العربية. نعم. العربي بالكامل. نعم. طيب رحيل، يعني 4 سنوات هي بس الباقية للاستعداد لمثل هذا الحدث التاريخي، يعني كيف يمكن من الآن، يعني بنغازي الآن سميت يعني رسميا أن تكون عاصمة الشباب العربي لسنة 2022، لكن العمل الآن، التجهيز الآن، يعني كيف يكون بإذن الله بالتعاون مع المؤسسات في مدينة بنغازي بشكل عام، يعني حتى مؤسسات الدولة؟ أنا أطالب من هنا من الجهات المسؤولة داخل مدينة بنغازي وعلى قطر الدولة الليبية بالكامل أن يضعوا خطة للحدث التاريخي والحدث المهم للغاية الذي سينقل مدينة بنغازي وينقل ليبيا إلى منطقة أخرى، ويعبر ويوضح للعالم الخارجي أن مدينة بنغازي تنعم الآن بالاستقرار والأمن والأمان بالقرارات التي حققتها القوات المسلحة على المجموعات الإرهابية وتحريرها منها. ونحن من هنا الاتحاد يتحمل كافة المعنيين من المسؤوليات في إطار أن يكون حدث مؤثرين فيه وحنصنعوا فيه شيء مهم للغاية، لكن نطالب الجهات المسؤولة بوضع خطة وفي نفس الوقت دعمنا أن نكون نحن قادرين على أن نصنع شيء على المستوى الخارجي، خصوصا ليبيا دولة كان لها تأثير أداء كبير في المنظمات الشبابية والمنظمات الطلابية. نعم. نطالبوا من هنا من يوفروا لنا الدعم اللازم ويدعمونا، نحن لا شيء يعني حققنا أشياء كثيرة، أهمها المنظمات الطلابية والشبابية اللي في الخارج على تواصل مستمر، وممكن الدعوات تجينا دائما لكن ما عندناش امكانيات ان نعم. طيب يعني خليني نسال الاستاذ فرج، يعني هل لمؤسسات المجتمع المدني والروابط والاتحادات اللي موجوده في مدينه بنغازي وحتى في ليبيا بشكل عام، يعني هل سيكون لها دور مثلا في الاعداد والتجهيز لمثل هذا الحدث التاريخي؟ الطبيعي سيكون لهم الدور الاكبر، يعني تعريف فئه الشباب. طبعا مدينه بنغازي وليبيا اجمع مرت بتجربه كبيره جدا، هي مكافحه الارهاب، والان امامها فرصه لطرح افكار بناء الانسان من جديد. تعتبر ليبيا تجربه امام العالم، وهي الان تحت عين المجهر في العالم ويدور حولها الجدل كيف خرجت مدينه بنغازي او ليبيا من ازمه الارهاب والتطرف، وهذا يعتبر تطوير للتكسير الذي يعاني منه الشباب، يعني في الانخراط بالمجموعات الارهابيه وغيره وغيره وغيره. وثانيا يعني التعريف بافكار الشباب في عده مجالات، منها مجالات الاداره ومجالات التنميه، فستكون لها دور كبير يعني في تقديم المقترحات وترحيب بالشباب العربي في مدينتهم بنغازي او دولتهم ليبيا. طبعا العالم متجه نحو قارب 2030، يعني الامم المتحده للتنميه المستدامه، وهناك تركيز كبير جدا على فئه الشباب. نعم. يعني طيب سيد فرج، يعني هل سيكون للأندية الرياضية والرياضات المختلفة وعدد حتى من يعني المنتديات والأنشطة، هل ستكون حاضرة في هذا المحفل؟ بالطبيعي ستكون هناك عروض رياضية وورش عمل ولذة ثقافية خارج إطار المؤتمر أو داخل إطار المؤتمر. عندنا مصر الآن تجربة، الآن مصر تحصلت على عاصمة الشباب العربي، الآن هناك احتفاليات تقوم الآن بالتعريف بأفكار الشباب العربي، نستطيع تطوير هذه الأفكار أو خلق أفكار جديدة مثلها. لكن نحن بالليبي نقول كلنا وشوي، يعني هذا احتفال كبير جدا جدا جدا، لابد أن نتعاون جميعا لإظهار دولة ليبيا بالشكل الذي يليق بها وإعادة مكانتها، وان التعويل الاكبر على الشباب، وانهم حاربوا الارهاب، وانهم انتزعوا هذا الفكر من بينهم، يعني مع بمساعده القوات المسلحه العربيه الليبيه
ومحاولة خلق الحياة من جديد. نعم، شكرا أستاذ فرج خنفر، عضو مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ومندوب ليبيا. أيضا الشكر للسيد رحيل، ربما كلمة أخيرة سيد رحيل العبيدي مدير مكتب العلاقات باتحاد العام لطلبة ليبيا. أولا نشكرك يا أحمد ومجلس المكتب على نقطة أن نحن قادرين على أن نصنع شيء على الصعيد الدولي. نعم، بحكم علاقتنا الوثيقة بالمنظمات في الخارج. ثانيا ان نتمنى للجهات المسؤوله ان من الان نحطوا نحن جاهزين ونحطوا تجارب الدول الاخرى على راسهم، كيف ما قال السيد خنفر تجربه الدوله المصريه وحتى ملتقى الشباب العالمي تم في شرم الشيخ الاشياء اللي تمت، ونحاول ان نصنع شيء مميز ونكون بالحدث ان شاء الله. نعم، شكرا رحيل العبيدي مدير مكتب العلاقات باتحاد العام لطلبة ليبيا، وشكر أيضا للأستاذ فرج قنفر عضو مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بمندوبية ليبيا. الشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إذا يعني بنغازي عاصمة الشباب العربي 2022، ونتمنى أن تكون بنغازي دائما في الصدارة، حاربة الإرهاب، وبإذن الله ستكون عاصمة للشباب في سنة 2022. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية